دكتور كريم، لو يعني أعيد قراءة المباراة نصف النهائي أمس بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، لو أسألك يعني سؤال يبدو تقليدي بس أريد إجابة ممكن أن توضح للمتابع، لماذا خسر المغاربة هذه المباراة؟ يعني ما قدمه كان ملفت للإنظار، يعني هو قدمه خلال فترة سابقة وحتى المباراة كانوا يعني مميزين، ولكن إيش مستوى المباراة اللي قبل؟ وأنا بالنسبة للاعب الفرنسي وأنا احترف خارجيا تبقى المشكلة عملية الاستشفاء لم تكن يعني كما هي ما عند الفرنسي، بأقل جهد بعيد عن الاحتفال بعيد عن الفوضى، وبالتالي قدر يحسم المباراة أمام الفريق المغربي ويصل إلى النهائي. ظهر الإجهاد واضح على بعض اللاعبين، هذا ليس فقط فريق المغربي حتى الفريق الكرواتي، نعم. ظهر الإجهاد واضح مع منتخب الأرجنتين، وبالتالي كان المعولين على مثلا مودريتش لم يظهر بالمستوى، وظهرت أنه علامات التعب عليه، وبالتالي خط الدفاع الكرواتي كان يعني مجهد ومتعب، ما قدر يعني ويوازي سرعة وأداء المنتخب الأرجنتيني بأكثر قوة وثبات. لو رجعت إلى المنتخب المغربي أنا أعتقد ما قدمه مميز، ولكن خلاص يعني أنا أعتقد حظوظه إلى هذه المرحلة، وهذه طبيعة المنتخب العربي يعني يقدر يوصل إلى مستويات عالية. هاي نظام الاحتراف، نظام الاحتراف هو تأسيس طفولة، تأسيس لكيف هي مهنة وعمل منهج يخضع للقوانين والأنظمة، تختلف عنا احنا بالوطن العربي بصراحة، نميل للعاطفة أكثر، وبالتالي ننسى أنه عمل ممنهج بضوابط يعني عملية تنظيمية بحتة للجانب التكنولوجي.